جاء اليوم العالمي في ظرف استثنائي وضعت فيه الجزائر استراتيجية لمواجهة الجائحة، إذ لم تسجل نقصا في المنتوجات طيلة هذا الوباء. في الوباء هذا كل المواد الغذائية كانت متوفرة، كل العاملين، كل الفعالين، كل المهنيين كانوا متواجدين على الميدان وما حبسوش ولو مرة، وما خلاوش المحاصيل نتاعهم وما خلاوش المستثمرات نتاعهم وناشدوا وعملوا. وضعت الجزائر استراتيجية لمجابهة كوفيد 19، إذ هي ليست أزمة صحية فحسب وإنما خصت كل القطاعات، لذلك مهم جدا تضافر الجهود. ولتعزيز أمننا الغذائي، ورقة طريق ترمي إلى توفير آلية العمل التنموي في المجال الفلاحي. تحويل الطابع الكلاسيكي للري بترشيد استعمال المياه عن طريق وضع برنامج لاقتصاد الماء يرتكز أساسا على عصرنة المنشآت، إعادة تأهيل وتحديث شبكات الري، وإدخال أحدث تقنيات الري لتوفير موارد مياه إضافية وتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي. وبالمناسبة تم تكريم فاعلين وناشطين من جمعيات وفلاحين كان لهم دور بارز في هذه الظروف الصحية.